اهلا بيكم في تيتا مطبخ. هعمل معاكم النهارده حواوشي الفراخ بطريقه سهله جدا. معايا قطعه فراخ بقى، صدور او راك اي حاجه. معايا فلفل وبصل وطماطمايه واربع فصوص ثوم. الطماطم هقطعها مكعبات وهشيل منها القلب، لكن البصل والفلفل هفرمهم في الكبه. البهارات بقى معايا معلقه صغيره بهارات فراخ وملح وفلفل اسود وشويه شطه. عندك ممكن الفلفل ما تفرمهوش في الكبة، تقطعيه مكعبات برضو. هنا فرمت الفراخ وفرمت بقى الحاجات مع بعض، ممكن تحطي فلفل أحمر لو حبيتي. هقلب بقى كل ده مع بعض حلو قوي، وهنزل بالطماطم. مش هدوس بقى، فانا حاطه في الطماطم عشان ما تتأثرش معايا، يدوب بس تقليبة كده. هنا انا معايا العيش البلدي، ممكن انتي تجيبي المقاس الاصغر، بس ده اللي متوافر حاليا، ولازم يكون عيش طازة، ما يكونش عيش بايت. باخد بقى شوية من الفراخ كده، وتكون بتحطي طبقة رقيقة لان بتبقى تخينة مش بتطلع حلوة، لازم ترققي الفراخ كده عشان كمان تستوي كويس. وافرد بقى في الرغيف الفراخ كويس جدا، واركنها على جنب. في الوقت ده بكون مولعه الفرن مسخناه، وحاطه جواه الصينيه او الصاج اللي هطيب عليه الحواوشي تسخن برضو. التكه دي مهمه جدا عشان ما ينزلش الميه بتاعته، ياخد الصدمه بتاع الصينيه وهي سخنه. ومجهزة معايا سمنة سايحة لأن الفراخ مبقاش فيها دسامة زي اللحمة، فهحط سمنة مش هحط زيت. وادهن بقى الرغيف من فوق وتحت كده، ممكن تحطي مع الفراخ تفرمي معاها حتة دهنة لو حابة. وبعدين بقى بجيب الصينية اللي انا مسخناها في الفرن وهنزل عليها بالحواوشي. هدخلها الفرن وبيستوي من تحت، وبعدين هروح مولع الشواية، بس انا اتلسع مني شوية معلش، وبقطعه عشان تشوفوه وسخن جدا وطعمه حلو قوي، حتى لما بيبرد بيبقى طعمه حلو. عايزاه يبقى ناشف، ما تسيبيه كده في الهواء، عايزاه يفضل طري، تحطيه في حلة فوق بعضيه وتغطي الحلة، هيفضل طري معاكي ان شاء الله. تجربوه ويعجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يظهر لناس اكتر. باي باي.